حقوق لغوية: الفرق بين الغرس والزرع. غرس في القاموس المحيط: غرس الشجرة، يغرسه، أثبته في الأرض. غرس العود في الأرض أي إثباته في الأرض. الغرس الإثبات، وضع الشتلة في التربة أو النباتات الصغيرة لتستمر في النمو. والغرس هو تثبيت البذور في الأرض إعدادا لعملية الزرع. الغرس فلا يكون إلا للفسائل أو الأشجار الصغيرة أو الأعواد. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسيلة فليغرسها. وهنا الفسيلة هي صغيرة النخلة، وهنا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فليغرسها ولم يقل فليزرعها. أما الزرع، زرع في القاموس المحيط: زرع أي طرح البذر، وأصله إذ ترعى. الزرع يكون للفسائل والبذور. الزرع نثر الحبوب في الأرض. الزرع هو عملية الإنبات، وذلك من القيام بمراحل الحرث والرعاية والري، وقبلها أيضا بذر البذور. ويضاف لهذا المعنى قوله تعالى: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، حيث زرع الله الزرع بمعنى أنماه وأنزل الأسباب لانشقاق البذور والنباتات. مثلا نقول: زرعت القمح، ولا نقول غرست القمح، لأن القمح لا يكون بغرس أعواد أو فسائل أو أشجار صغيرة، لكنه يكون بإلقاء الحب ودفنه في الأرض. ونقول: غرست النخل أي أو التين، لأنه مما توضع فسائله أو أعواد منه وتغمس في الأرض فينمو. رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. هذا هو الفرق بين الغرس وبين الزرع.